نروح بقى لفقرة جميلة، فقرة بقى هنرجع نجومنا اللي اعتزلوا في الملاعب، الكابتن خالد بيبو، الكابتن هشام حنفي، الكابتن حازم امام، الكابتن شريف عبد الفضيل، الكابتن ماهر همام، الكابتن شاه عبد الشافي، ونسترجع معاهم بقى فقرة الذكريات بتاعتهم ايام فترة الناشئين، ونشوف قالوا ايه في فقرة الذكريات. يمكن الحمد لله كانت مش هنقول زي الفترات دي، يمكن الاولاد دلوقتي محظوظين، احنا بنحسدهم وبنحسدهم وفي نفس الوقت لا هنقف معاهم، وكل الحاجات اللي كانت ناقصانا بنكملها فيهم هم. انا ببقى ناقص شيء وانا صغير ما عملتوش، ببص فيهم عايز اعمله لهم. ده ان شاء الله اللي احنا باذن الله هنعمله الفتره الجايه، لان الاولاد دول اتمنى باذن الله ان هم يبقوا حاجه كويسه، لان ان شاء الله في الامكانيات موجوده غير زمان خالص، فاتمنى ان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله. وانا ناشئ يا احمد الحمد لله رب العالمين، كان ليا الشرف طبعا اكون من ناشئين النادي الاهلي. انا انضميت للنادي الاهلي وانا عندي 12 سنه في المراحل السنيه اللي هي مراحل البراعم. يعني كان ليا الشرف ان انا خلال هذه الفتره اشوف رموز النادي الاهلي. يعني وقتها كان الكابتن صالح الله يرحمه كان مدير كوره، كان موجود الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه كان مدير فني للفريق الاول، طبعا ابو الاشبال كابتن مصطفى حسين، رمز الناشئين في النادي الاهلي. الرجل له فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على نجوم، معظم نجوم النادي الاهلي في جيل السبعينات هو اللي اكتشفهم بشكل كبير. طول عمرنا احنا بنطلع، لما حضرتك تقعد كده في السنين اللي فاتت دي تلاقي ان كل انديه مصر النجوم اللي فيها كانت بتلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بيطلع بس مش بيطلع بس اللعيبه له هو، بيطلع لعيبه له هو ولكل الدوري الممتاز المصري. الكلام ده طبعا بقى لنا فتره كبيره، احنا المدربين الاجانب لما بيجوا عايز الوضع الحالي بس، عايز الشكل العام. انما انت لما تبص للمدربين المصريين اللي مسكوا النادي الاهلي كلهم لعيبه ناشئين. احلى ايام الكوره وانت صغير دي، ما فيش مشاكل، بتلعب بتستمتع، الدنيا حلوه. لكن طبعا ما كانتش منظمه زي دلوقتي، ما كانش فيه فرق كتيره زي دلوقتي، ما فيش اهتمام زي دلوقتي، فالولاد دلوقتي محظوظين عننا بكتير. لكن طبعا احلى ايام يستمتعوا بحياتهم فيها. يعني والله يعني اكيد ايام مهمه بالنسبه لي. يمكن انا لعبت في بلد صغير، انا كنت من مغاغه المنيا، ولكن قدرت الحمد لله اني يعني انا قدرت الحمد لله ان انا اقدر اوصل لمكانه كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجهود والتعب. لكن خليني اقول لك ان كمان ظروف اولادنا دلوقتي اللي موجودين احسن بكتير من ظروفنا زمان، لاني انا اعتقد ان زمان لو رجعنا كده اسامه طبعا هيفتكر الكلام ده، لما كان يجي نلعب في اهالينا اقول لك ده مضيعه وقت، ده انتوا بتضيعوا وقت، ده مش عارف. بالعكس النهارده الاهالي بقت هي اللي تسعى ان هي تساند اولادها وتساعدهم ان هم يلعبوا كره قدم. فانا اعتقد ان ايام حلوه بالنسبه لي، انا ايام حلوه جدا 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 بالنسبه لي، ولكن انا شايف الامور دلوقتي اعتقد انها بقت اسهل واحسن. ولكن العقليه ده مهم، ان اولادنا لازم كمان اهاليهم يعلموهم ان عشان اوصل لازم اتعب. طبعا من السويس، من محافظه السويس، نشات طبعا في محافظه السويس، وكانت اهتمام بالكره زمان مش زي دلوقتي. احنا كنا الاسره كانت اهتمامها بالدراسه اكتر من الكوره، فكان طبعا انا الحمد لله يعني كنت في اسره رياضيه، فساعدوني بشكل كبير جدا ان انا اشتغل على نفسي واشتغل في الكوره. الحمد لله الواحد يعني من وانا صغير الدنيا كانت ماشيه معايا بشكل كويس، يعني خدت خطوات كانت بالنسبه لي مميزه. لعبت في نادي صغير وبشكرهم جدا لان هم حببوني في الكوره، نادي النوبه في السويس، وبعدين رحت نادي منتخب السويس، وبعدين رحت اسماعيلي، فاخدت خطوات جيده. طبعا ما كانش فيه مساحات زي دلوقتي، و و و و وما كانش فيه يعني زقه كده اللي هو للرياضه زي زمان بقى زي دلوقتي. ففرصه بقى ان الواد يستفيدوا بكل الكلام ده كله عشان يقدروا ان هم يعني يبقوا حاجه مميزه. التعليم بقى مختلف في الكوره، مش تعليم في التعليم نفسه، لا التعليم في الكوره بقى عندك ولا تقدر ان انت تزود من مستواه، بيجي لك 5 من 10 6 من 10 6 توصل بيه 7 و8، فربنا يكرم ان شاء الله والولاد يستفيدوا. يعني انا بدات هنا، يعني انا فعلا اول واحد بدات من نادي الصيد. انا اكبر، خلي بالك انا الوحيد اللي اكبر ناس سنا في النجوم اللي طلعت كلها، انا اكبرهم واقدم واحد واول واحد طلع للنادي الاهلي، كنت انا من وانا صغير، فشريف عبد الفضيل مش هيهرب مني. فالحمد لله
رسالة لكل الناس إن نادي الصيد فيه مواهب كتير، الأهلي فيه مواهب كتير، كل الأندية مصر يعني دايما لازم تبقى عندك رسالة التحدي مع نفسك، في صعوبات هتقابلك،